بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة نتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقرة معانا، وخسارة نادي الزمالك من سبورتنج السكندري في مباراة نهائي كأس مصر لكرة اليد لموسم 2022. مبروك لنادي سبورتينج الفوز عن جدارة على حساب نادي الزمالك، على حساب حكام المباراة، على حساب المعلق، على حساب الجمهور، على حساب الاتحاد المصري لكرة اليد. توافرت كل الظروف المهيئة من أجل فوز الزمالك كالعادة في كرة اليد، فريق قوي جدا فريق نادي الزمالك، كلنا نبصم على ده بالعشرة. لكن معرفش ايه الفكرة ان فريق عنده منتخب مصر تقريبا، ومع هذا محتاج لمجاملة الحكام، محتاج لمجاملة اتحاد الكورة، محتاج لمجاملة المعلق، محتاج انك تدخل له الجمهور يملى الصالة كلها، في حين ان نادي سبورتنج ما عندوش 2-3 يشجعوه في المباراة من اهالي اللاعبين فقط. يعني انت النهاردة قبل المباراة الظروف كلها مهيئة. انا عايز اقول لك ان رئيس النادي عمل فيديو مسبقا يهني فيه الفريق بالفوز بالدوري والفوز بالكاس. ليه؟ لان كل الظروف بتقول الزمالك بطل الكاس، الزمالك بطل كاس مصر، كل الظروف. حتى حكم المباراة يا جماعة، ده الحكم عمل غلطة النهاردة لا تغتفر. حكم ما بدأش الاحتواء بتاعه من بداية الشوط الاول، اخره للشوط الثاني، فكانت النتيجة زادت أكتر وأكتر، فما قدرش يعمل حاجة. يعني حكم المباراة وقع في غلطة النهاردة، غلطة لا تغتفر لهذا الحكم، إنه ما نفذش قانون الاحتواء من بدري. ده بدأ الاحتواء في الشوط الثاني. إيه بإيه؟ هو أنتم مش متعلمين إن الاحتواء بيبدأ من أول المباراة لآخر المباراة؟ ومال الزمالك هيكسب بطولة إزاي؟ الزمالك هيكسب بطولة ازاي لما متعرفش تبدأ الاحتواء منين؟ الاحتواء لازم يبدأ من اول صفارة للحكم لحد اخر صفارة للحكم عشان يكسب الزمالك. ده اللي شفناه في كرة اليد في الدوري مع النادي الاهلي، الاهلي بيبقى متقدم لاخر ثانية في المباراة ضرب الجزاء عشان يتعادل الزمالك، ضرب الجزاء عشان يكسب الزمالك، ده اللي بيحصل. لكن النهاردة الحكم ملحقش، الوقت ما اسعفوش. الشوط التاني بعد ما وصل الفارق في بعض الأوقات لست أهداف وخمس أهداف، كنت بشوف حاجات غريبة وعجيبة في كرة اليد والله العظيم. يعني فاولات عكسية بتتحسب ضربات جزاء، فاولات عكسية بتتحسب ضربات جزاء، فاولات نفس الفاولات اللي بتتعمل الناحية التانية من لعيبة نادي الزمالك، لعيبة الزمالك بيتطبطب عليها ويلعب مفيش حاجة. لعيبة سبورتنج الفاول اللي بيعمله مع لاعب الزمالك بتلاقي فيه طرد دقيقتين وفاول او ضربة جزاء للاعب نادي الزمالك، حاجات تخليك عقلك ده يشت منك، عقلك ده يطير منك. لكن كلمة الله فوق الجميع، لا اتحاد كورة ولا حكم ولا جمهور مال الملعب ولا معلق عمال بيحزق طول المباراة بحيث ان الزمالك ده هو الزمالك المصري وسبورتنج ده من بلد تانية اسمها اسكندرية بتقع في الشق الاوروبي من القارة العجوز، ما تعرفش والله ما تعرف. يعني مبروك لنادي سبورتنج، وهارد لك للحكام اللي ما لحقوش يعملوا حاجة لان كان لازم عليهم ان هم يبدأوا بدري شويتين. طيب نادي الزمالك مع تسريب عقود اللاعبين، عايز اقول لك ان بقى نادي الزمالك يا جماعة الاندية سمعة، لا مش سمعة بتاع الاتحاد، سمعة زي شرف البنت كده، زي عود الكبريت، اي نادي هو له سمعة. النهاردة اسأل نفسك سؤال، اشمعنى اللعيبة بتاعت النادي الاهلي مثلا على الرغم ان الاهلي عليه فلوس للعيبة دي وفي مستحقات مالية لشهور على فكرة لدى اللعيبة دي، لكن مفيش ولا واحد من الاجانب ولا من المحليين بيشتكي النادي الاهلي ولا بيطلع خبر انه له فلوس عند النادي الاهلي. ليه؟ لان النادي الاهلي سمعه، مفيش يوم هيقول لك الاهلي فلوسك يا علي يا معلول يوم 5/5 الشهر الجاي، خلاص 5/5 بتصل على البنك بعرف ان في رصيد دخل لي بالاتفاق اللي اتفقت معاه مع النادي الاهلي. حتى لو جيت امشي من النادي الاهلي
ما بشوفش عقد للنادي الاهلي بيتسرب. يعني مثلا النادي الاهلي بالرغم من اللي عمله رمضان صبحي، الاهلي ما سربش عقد رمضان مثلا، ما سربش عقد عبد الله مثلا، لكن في النادي المنافس كل ما تحصل مشكله يروح متسرب عقد، كل ما تحصل ايش تسرب العقد، طلع العقد وري الجمهور اللاعب ده بياخد كام. فعايز اقول لك ان اللي بيحصل ده بقى رساله تحذيريه لاي لاعب بيفكر ولو تفكير صغنن قد كده ان انا عايز اروح نادي الزمالك. هيقول لك والله طب افرض في يوم من الايام ده اللعيبه بتعمل عقد النهارده مع مجلس، بيجي المجلس اللي بعده يقول لك لا مش انا اللي مضيت معاك، والعقد ده خده بله واشرب ميته، او تعالى نعدل لك العقود اللي فيه. يا جماعه في اي مكان العقد شريعه مين؟ شريعه ايه؟ المتعاقدين. مفيش حاجه اسمها اصل روح لحسين لبيب هو اللي كان ماضي لك، ولا روح لمرتضى منصور هو اللي كان ماضي معاك، ولا روح لهاني بيرز بتاع الاعلانات هو اللي كان ما... لا لا، عشان كده بدا لعيبه كتير كان معروض عليهم ان هم يروحوا الزمالك بداوا يفكروا بدل المره مليون و300 مليون مره قبل ما يروح. النهارده فاكرين الخرم تونس؟ هذا الشخص المتواجد اصلا في مزبله التاريخ يقبع الان في مزبله التاريخ. الشخص ده معروف من يومه انه بتاع مصلحته فقط. هذا الشخص له جمله شهيره قال لك انا بيع ابويا وامي عشان الجنيه، فلا تنتظر منه خيرا تجاه النادي الاهلي. اوعى تفتكر ان في يوم من الايام هذا الشخص المتواجد في مزبلة التاريخ ان ممكن يعني يدافع عن النادي الاهلي. هو بيقول لك انا بيع ابويا وامي، ابيع ابويا وامي، ابيع شرفي عشان خاطر الجنيه. ما هو الاب والام اغلى من الشرف كمان، هو الشرف الاب والام. فتخيل ان واحد زي دوت وضيع يقول كده. فكون انه يتواجد النهارده في النادي المنافس في افتتاح احدى الدورات في النادي المنافس عشان وعدوه انه هيشتغل في قناة النادي المنافس، فانت عارف معروف مكانك اصلا من زمان. النهاردة نادي الاهلي يا جماعة هناك حالة من الصياح والشياط تضرب 100 عقبة. النهاردة رابطة الاندية المحترفة اللي بكن لها كل الاحترام والتقدير قررت قرار محترم جدا جدا جدا. ما هو؟ هو تأجيل مباراتين للنادي الاهلي وبالمثل نادي بيراميدز وبالمثل نادي المصري البورسعيدي. لان ببساطه يا جماعه الانديه دي بتمثل مصر، بتمثل مصر في دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي، بيمثله مصر في الكونفدراليه بيراميدز والمصري البورسعيدي. لكن هذا القرار لم يلقى قبولا لدى ابناء البليله. شيطين، ازاي تاجله للاهلي وانتوا كده بتبوظوا الدوري، وانتوا كده بتعملوا ماتشات للاهلي على مزاجكم. يوه يقطعني، نسيت انك طلعت من دوري ابطال افريقيا. كنت لسه اقول لك والله خلوهم ياجلوا لك ماتشين عشان بطوله افريقيا، بس نسيت ان انت طلعت حصان. معلش معلش معلش، بيحصل. اصلا انا نساي على فكره، ذاكرتي زي السمك بالظبط. فكنت لسه هقول لك يا ريت يعني اتحاد الكوره او رابطه الانديه ياجلوا للنادي المنافس ماتشين ثلاثه عشان البطوله اللي بيشارك فيها، فنسيت ان انتوا طلعتوا مركز ثالث او حصاله في هذه المجموعه. فهناك حاله من الضجيج والنباح، اجلوا لنا، اشمعنى الاهلي بتاجلوا له؟ يا ابني حد يخبطوا على دماغه يفكروا، او حد يقرصوا في ركبته يفكروا ان هم طلعوا. انت طلعت يا حبيبي، فوق يا بابا، انت طلعت من بطوله افريقيا من بدري. انما الاهلي هو اللي بيشرف مصر، الاهلي هو اللي بيمثل مصر. يا ريتك تتعلم حاجه من النادي الاهلي. عايز اقول لك النهارده عمرو زكي البلدوزر واحد من افضل المهاجمين اللي شفتهم في كره القدم، لكن ما ساعدش نفسه، دمر نفسه بنفسه. عمرو زكي النهارده في تصريح للتاريخ ضد رمضان صبحي قال ان رمضان اخطا بالرحيل عن النادي الاهلي. خلي بالك عمرو زكي لسه متعين جديد في نادي الزمالك، كان ممكن يطلع عمرو زكي يطبل زي المطبلاتيه الكتير. ما شفنا قبل كده احمد ودنه واللي زي احمد ودنه، مطبلاتيه كتير، والهبدور والدردور والناس دي كلها، شويه مطبلاتيه. لكن عمرو زكي ابن ناس، شبعان على طبليه ابوه. عمرو زكي كان ممكن يطلع يقول رمضان صبحي لاعب محترف
واحنا بنرحب بيه في نادي الزمالك، لكن قال ان رمضان اخطأ لما مشي من نادي الاهلي ومخطئ بردوده طوال الفترة الماضية، وان رمضان اخطأ في اسلوبه في التعبير، حتى لو لم يعترف حاليا هيعترف بده في المستقبل. اللي ما يعرفش انت الاهلي ولا الزمالك هو انسان مخطئ. اعلم ان رمضان صبح نادم الان، لكن شخصيته تدفعه للانكار. كلام محترم من راجل محترم. ربنا يسعدك يا عمرو يا زكي، ويعوضك عن اللي ضاع منك في الفترة اللي فاتت. وكمان فعلا اللي بينشم الاهلي او الزمالك كمان لازم يندم في المستقبل. طيب، الاخ جمال عبد الحميد لاعب الزمالك السابق ولاعب منتخب مصر السابق قال حاجة كويسة قوي النهاردة، يعني كنت هموت من الضحك. يا جماعة بالراحة علينا، بالله عليكم بالراحة علينا. كابتن جمال انت راجل محترم، بس يا كابتن جمال لا يليق بيك انك تقول الكلام ده في الفترة الحالية، لان انت بقيت عضو مجلس ادارة نادي محترم. ما ينفعش النهاردة يا كابتن جمال تطلع تقول الزمالك بطل الدوري والكاس. حقك، هقول لك حقك لانك زملكاوي حقك، لكن ما تكملش ضحك معانا بقى وتقول والترجي بطل الدوري ابطال افريقيا وبيراميدز بطل الكونفدراليه الافريقيه. انت طلعت قبل كده والكلام على لسانك، وطلعت قلت كان مع مهيب تقريبا الزمالك هيكسب الدوري السنه دي، ولو ما كسبش يبقى انا ما بفهمش حاجه في الكوره. انت اللي قلت ده، كلام واحد على لسانه هو ما بيفهمش حاجة في الكورة. كابتن جمال انت نجم كبير، لكن يعني بالراحة على نفسك حبتين، بالراحة على نفسك حبتين. عايز اقولك ان كابتن جمال الرجل اللي ترشح لعضوية نادي الزمالك كان بيعمل ويتقاضى اجرا قبل الترشح، وقانون الانتخابات وقانون الرياضة واضح وصريح. ومع هذا وافقت الجهة الإدارية على ترشح الكابتن جمال عبد الحميد، في حين أن السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي واللي تم انتخابه بالتزكية، الراجل النادي الأهلي اتبع كافة الخطوات القانونية والإجراءات المتبعة بموافقة الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية، وتم انتخابه بالتزكية بقرار من الجمعية العمومية للنادي الأهلي. وبالرغم من ده لم يتم الموافقة على نجاح العمري فاروق غير بعد قرار المحكمة. النهاردة في شائبة تشوب انتخابات نادي الزمالك وترشح كابتن جمال عبد الحميد. لماذا وافقت الجهة الإدارية وهي تدرك تمام الإدراك أن ترشح جمال عبد الحميد سيصيبه العوار وسيؤدي إلى بطلان انتخابه فيما بعد؟ ده سؤال أنا معرفش إجابته إيه. يا ترى حد فيكم عنده إجابة؟ ويا ترى اللجنة الأولمبية المصرية اللي عملوا أسد وعملوا كرة على النادي الأهلي وعلى عمرو فاروق، محدش سمع لكم حس ليه؟ محدش شافكم؟ نحن لا نراكم ولا نسمعكم، ربنا يخليكم لينا يا رب. طيب تعال نروح لبركات، كابتن محمد بركات الزئبقي الجميل. وقلت لك قبل كده للأسف الشديد الأهلاوي قبل ما بيخش الإعلام بيبقى حمادة، وبعد ما بيخش الإعلام بيبقى حمادة تاني خالص، وكأنه أصبح شرطا. عشان تبقى في الإعلام لازم تخبط في النادي الأهلي، عشان تبقى إعلامي او يتعمل لك برنامج او تبقى ضيف في برنامج لازم تطلع تخبط في النادي الاهلي، والا براحتك بقى انت وشوقك، مش هتشتغل. النهارده كابتن بركات ملك الحركات شايف ان الاهلي ما بيخسرش لان خبرات لعبت الاهلي هي اللي بتخليه ما بيخسرش، لكن المدير الفني موسيماني، وده بقى المعنى الضمني، ملوش دور يا جماعه. هو بس سؤال لكابتن بركات ملك الحركات، هل تقدر يا كابتن بركات تطلع تقول رأيك في إيهاب جلال؟ هذا المدرب العبقري، هذا المدرب اللي له كمية متبلطية في الإعلام والسوشيال ميديا ما شفتش قبلها ولا بعدها. كابتن إيهاب جلال مع احترامي الكامل لشخصه
واخد هالة إعلامية رهيبة رهيبة، لدرجة إن الراجل معاه الكتلة الكبيرة من اللعيبة دي والإمكانيات والمواهب دي، ومش قادر يكسب بطولة، مش قادر ينافس على مركز تاني في دوري مصري. يا نهار اسود يا نهار اسود، يعني انت يا كابتن إيهاب خدت مكان الإسماعيلي بالهالة الإعلامية والبروباجندا اللي حواليك واللعيبة والنجوم والفلوس وكل حاجة متاحة ليك انك تكسب الدوري، مش تكسب مركز تاني، تكسب الدوري. ومع هذا الكابتن إيهاب جلال هو أعلى راتب في المدربين المصريين في الدوري كله. على أساس إيه؟ معرفش. هل هي شطارة وكيل؟ آه، الوكيل بتاعه شاطر، وكيل بتاعه شاطر وشاطر جدا. فهنا السؤال لكابتن بركات، إيه رأيك في فيريرا يا كابتن بركات اللي معرفش يكسب ولا ماتش في 3 ماتشات في دوري أبطال أفريقيا، وكسب بيراميدز 3-2 بشق الأنفس، في حين ان موسيماني اللي انت بتقول خبرات الاهلي هي اللي بتكسبه بس، او خبرات لعيب الاهلي هي اللي بتكسبه بس، كسب بيراميدز 3-0. طبعا من وجهة نظر بركات فيريرا افضل، من وجهة نظر بركات ايهاب جلال افضل، لكن لان موسيماني اهلاوي او بيمثل النادي الاهلي مش هتلاقي حد يطبل لموسيماني. مساء الفل، سلام عليكم.